يا أخواني أكبر واعظ على وجه الأرض هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم صح. نعم صدق. وسبقني عليها أخينا اللي بذكرها أما مين يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم الحديث كثيرة كانوا الصحابة رضي الله عنهم جميعا حريصين على اللي ينفعهم وقالوا السبل يا نبي الله كثرت علينا ماذا نفعل؟ قال خل لسانك دائم رطب في ذكر الله. نعم نعم فالحديث كثيرة وكلها مؤثرة الحمد لله لكن قد يكون ما يحضرني البليغ منها لكن كل أبوها بليغة. أذكر رجل يوم صار السرع علي أنا يعني عدوا قصته من أحدى أحياء الرياض يقول هذا حي كاين شارع واحد يقول كان حصل بين أهل الحي يقول مشاكل يقول ولا حد يقول ما حد حلها بينهم أصلاح ذات البين يا أخواني تراها أمر عظيم والله وقد يكون الإنسان يحصل عنده شيء ويستغيث بأخيه المسلم يحل المشكلة لكن قيل أهل الشارع ذولا حصل بينهم أشياء كثيرة شيء عند كلام تافه وشيء عند ورع وشيء يعني ما له قيمة حتى أن بعض هذا الشارع أرادوا أن يرحلون من هذا الحي تعرف الإنسان اللي حط مثل العمارة صعب ما هو مثل البادية اللي كان بيت شعر لما زعل على جاره استاذن منه ورحل لكن هذا بيت خسران عليه يمكن مليون وأكثر ما يقدر أراد الله يبوا يتفرقون جاب الله رجل فيه خير رجل صالح رجل متقاعد كبير سن ونزل أنه والله ما أدري هو مستاجر أو عمارته قديمة وعندما نزل عليهم وإذا أهل الحي الله يكافي يقول ما حد يسلم على حد على أن مسجدهم واحد وإن كانوا بالسابق يتقهون مع بعضهم كل بعد المغرب يتقهون مع بعضهم لكن يوم جاهم لو والله كل واحد متلطمن عن الثاني يقول يا ولد العرب ذولا وش جاهم قالوا ما لقوا واحد يصلح ذات البين بينهم المهم استدعى جيرانه كلبوهم وقال ترى نزاله عندي إن شاء الله الليلة عندما نزلت أظن أفتكر أن العمارة قديمة له وراح وخلاها ورجع عليها قال الليلة عاش جيراني كلهم قال يا ابن الحلال مثل ما قرع المثل النزالة على النزال ولا نزل ما له نزالة يا أخوي النزالة على قال أبد الضيافة الأول عندي وجيراني كلهم أهل الشارع حوالي 15 نفر يمين ويسار الليلة عشاهم عندي عزمهم هذا الشايب وقيل مع أخلاق حسنة قالوا عشاهم وعينوا خير قال من هذا المكان حال حين كل واحد يسلم على الثاني وش رايكم قالوا والله قبلنا الحمد لله لكن الخطر فيها شوي قال ان شاء الله بعد العشاء ذا ترى ما استجيب ولا الواحد عشاء لكن القهوه على اللي براس البلك انت قهوه عنده كل ليله عند الثاني بعد المغرب سرع يقول الرجال يقول فيهم رجيجيل لكن مع الرجال الطيبين مثلكم وشرواكم يصيروا رجال ما في شك اللي كان هادي شوي ويبي يصد عن ربعه صار معهم يقولوا ليليا يقول كل بعد يقول المغرب عند واحد ولا صار السرع على الثاني قال يبلغنا انه عنده مشوار ولا ترانا لا صلينا المغرب مشينا يما على طول تقاوى استمرت هذه يقول اخذوا يمكن حوالي اسبوعين قال يوم مضى لهم اسبوعين قال الشايب وش رايك عندنا امور نبي نحلها ونبي نزينها يقول قالوا حنا الان طحنا مشكلة الكهرب الكهرب والله غلي علينا شوي اللي سدد ألف ولي دون ولي ورا ولي قال هذه تحتاج إلى حل حلها عندكم أنتم شركة الكهرب ما قصروا لكن أنتم مسرفين من داخل فالمسرفين ما يجوز لازم الإنسان ما يبذر لازم اللمبة تولع اللزومة والطفة كأنهم تراجعوا الرجال قالوا ما زالوا مستمرين قال يوم جاء النهار الثاني قال والله الفواتير الكهرباء مرت علينا قال قم يا فلان وفلان خذ اللي بشر على يمن وليسر فواتير الكهرب كل ابوها اجمعوها عندنا هنا وش حلك يا ابو فلان قال عندي حل المهم جمعوها وقال اقل واحد صرفيه ترى ان شاء الله رعيه البيت جائزه نسدد عنها فاتوره الكهرب قال والله هذه من بعض الحلول كشفها يقول له والله الف وزياده ودون وحذر يقول لا رعى البيت ذا قال انه رعي تاكس هذا بيثير بينهم أيه التنافس أيه واموره مثلا ضعيفه وفقير الفقير يا اخواني فقير الدين ما هو فقير الدنيا صح ولا لا؟ صح الدنيا تجي وتروح وتعبر لكن الفقير فقير الدنيا فقير الدين قيل الرجال عنده تكيس ولا منه اصبح
توكل على الله، ومشوار 10 ومشوار 20 ولا جاء آخر النهار، وإذا جاء مصاريف البيت وفسحة الأولاد والزايد يعطيه زوجته بها خير والكل بهم خير. قال هذه للطواري والضيوف، يعطي أحيان 50 وأحيان 100. المهم قال جيبوا الفواتير قدامي. قال يوم اكشفوه قال للرجال زوي رعى الأجرة، قال له والله أن أقل 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 استهلاك صرفية. قال هذه على أبو فلان إن شاء الله يسددها جائزة رعاية البيت، الله يبيض وجهها. ونرجي من جميع الخوات حذو حذوة، ترى بعض الخوات ترى تولع اللمبة ولا تعرف تطفيها، تخليها مستمرة، وهذه مصروف ما لها داعي. يقول المهم جزاك الله خير، قال في حل ثاني إن شاء الله، لما نجيت إن شاء الله الفواتير الثانية نبي نحلها. قال يوم أخذ له والله أنه موزع فواتير كهرب جاي، قال يوزعها، قال جماعة يا فلان وفلان وحطوها قدامي، قالوا حطوها قدامه. قال الآن في شكل ثاني أكثر صرفية، ترى إن شاء الله غدا جماعة عليها اليوم أكثر صرفية غدا جزل. قال المهم أنهم شافوا هو إذا واحد عالي فوق الألف والباجين دونه. قال ترى عشاء جماعة إن شاء الله عندك الجابلة. قال والله كرميت النشامة عيد، لكن الجزة ترى والله أنه صعب شوي. قال تقوم به إلا أن الجماعة يسمحون لك هالمرة. قال لا اسمحوا لي، أطلبك تسمح مرتين ثنتين لعل إن شاء الله الأمور تعتدل. المهم سمح لو جت الثانية، وإذا فيه واحد أرفع منه شوي، الرجال تراجع. المرة الثالثة المهم أن سمح لهم ثلاث مرات، وقال عقب ثلاث مرات إلزامية من شيخ المجلس. شيخ المجلس هذا الشايب الكبير ذا اللي هو مشيخه على القهوة وعلى المجلس وعلى حل المشاكل. المهم أنه ألزم الرجال الأول ذبيحة للنشامة جزة. قال أخذ استمر وقال له والله الناس يوم تراجعت، قال له والله طفت الأنوار، قال له والله الأمور يوم زانت، قال المصاريف، قال يوم أنها قال ترى الشركة ما تظلمك أنت اللي تظلم نفسك. ولا يقول المهم أن الرجل ولا بين قلوبهم، قالوا صاروا مثل مسجدهم واحد وضيفهم واحد وقهوتهم كلها وحدة. يقول والآن قال والله أنهم مثل الأخوان المتحابين، رغم أنهم من كل بلد ولد شايف، لكن زانت أمورهم، وترى الأمور عند حسن الظن واجتماع الجماعة وصلاح ذات البين وسلامتكم. أبو حاتم شاركت، أبو عبد الله باقي ولا خاص من شاركت انت عمرك في مشاركة؟ طيب سريعة فرصة ثانية. لا خلاص عليها شرف.